بيسمع الإنسان أحياناً أصوات من البطن بتشبه صوت المي اللي بيتحرك عبر الأنابيب، وهذا الشيء بيسبب شعور بالإحراج والتوتر، وخاصة إذا طلعت هاي الأصوات وقت نكون قاعدين مع رفقاتنا أو حتى زملائنا بالعمل. ممكن تعتبرها مجرد علامة على الجوع، لكن هل الجوع هو السبب الرئيسي لهدول الأصوات الصادرة من المعدة؟ ممكن يكون الجوع هو السبب، ولكن في أسباب تانية أكيد ممكن تخلي هاي الأصوات بأي وقت كان، حتى بعد تناول الطعام. تحدث القرقرة نتيجة حركة تعرف بالحركة الدودية، يلي هي مجموعة من انقباضات العضلات اللي بتعمل على تحريك محتويات القناة الهضمية على طول الأمعاء الدقيقة وقت وجود سوائل وغازات، وأيضاً وقت تكون المعدة خاوية، يعني عدم وجود أي شيء يمكن أن يقلل من هذا الصوت. لهيك ارتبطت هاي الظاهرة بالجوع. أصوات الأمعاء هي أمر طبيعي، لكن وقت تتكرر وبصوت عالي ممكن يكون في مشكلة بالجهاز الهضمي، خاصة إذا رافقتها هاي الأعراض، واللي هي غازات، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وأيضاً غثيان، قيء، تكرار الإسهال، الإمساك وبراز دموي، وأيضاً حرقان. لتخلي معدتك أقل إزعاجاً، ممكن تحاول تغير نظامك الغذائي وتتجنب الأطعمة الغازية يلي بتسبب الانتفاخ، مثل قرنبيط، المكسرات، والثوم، بالإضافة للمشروبات الغازية لجميع أنواعها، وأيضاً الإبطاء أثناء تناول الطعام ومضغ وابتلاع كل لقمة بشكل تام. وأخيراً ينصح بعدم الإفراط بشرب المي والسوائل وقت ممارسة الرياضة، لأنه مع كل هذا التنفس الثقيل إلى جانب الهواء اللي عم تشربه مع كل رشفة مي، ممكن أنه تبلش معدتك تعزف سيمفونيات مزعجة ما بتقدر توقفها.